أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في الدروس الماضية قد بدأ في البحث الخاص بحجية القطع، وقلنا بأن حجية القطع هذا بحث يتركز فيه الحديث على التوجهات المختلفة، باعتبار أن للمصنف رأيا خاصا في هذه القضية. وقلنا كما أشرنا سابقا بأن هناك محتملات في هذه المسألة، تارة تكون القضية تابعة للواقع، وأخرى تكون تابعة للقطع الإنسان، وأخرى تكون ليس تابعة لقطعه بل لقطعه ولغير قطعه من الأمور. أما بالنسبة إلى ثبوت الأمر فيه بالنسبة إلى الواقع، فهذا أمر لا يمكن مطالبة الإنسان بتابعة مخالفته، باعتبار أنه ليس أمرا واصلا إليه، وهذا الأمر لا يمكن صدوره من الله سبحانه وتعالى، باعتبار أننا من العدلية الذين يرون أن مسألة العدل هي أمر واجب على الله سبحانه وتعالى. فيقبح مثل هذه المؤاخذة على مثل هذا الأمر. ولكن الحديث وقع في عملية الإيصال، أن هذه العملية الإيصال يجب أن تكون واصلة إلى حد الانكشاف اليقيني، أو أنها ليست واصلة إلى هذا الحال. الرأي الذي عليه المشهور أن القضية تتبع الانكشاف الذي يصل إلى حد اليقين، وأما المصنف فهو يرى أن القضية أوسع من ذلك، فإن حق المولى على عباده حتى وإن وصل بدرجة الظن أو بدرجة كما يقول التكاليف المحتملة. وهذا مسلك خاص كما هو معلوم، وهو مسلك ليس كما قلنا جديدا، بل هو مسلك موجود، ولكن المصنف ممن كما يقال نظر له تنظيرا، وعرف بعد هذا التنظير بمسلك حق الطاعة الذي هو مسلك معروف، الذي ربما بعض كبار علماء الشيعة في متقدمين من المحدثين يقولون به، ولكنه لم يكن يسمى بهذا التنظير الذي الآن انتشر. وقلنا بأن بعد ذلك بأنه هذه القضية وهي قضية الحق الذي يكون للمولى، هذا الحق أنه في كثير من الأحيان قد يتصور أنه ما دام قد ثبت هذا الحق بطريقة من الطرق، سواء كان بطريقة الرأي المشهور أو بطريقة الرأي المصنف، فإنه ليس بالإمكان أن يأتي ترخيص بالنسبة إلى المولى في مثل هذه الموارد. الذي أشار إليه المصنف أن هذه القضية قضية الترخيص، التي هي نوع من أنواع التأمين، بعد أن تم بيان أن منجزية القطع ثبوته أنه ثابت، ومعذريته باعتبار ثبوت الخلاف، ولكن بنفس الدرجة، باعتبار أن المعذرية لها درجة واحدة لا ليس فيها اختلاف، وأما بالنسبة إلى المنجزية فدرجاتها مختلفة باعتبار المباني التي ذكرت فيها. نعم، في حسب التوجه الآخر، وهو التوجه الذي يرى إمكان أن يأتي الترخيص من المولى بعد ثبوت الانكشاف بدرجاته الأدنى ليس بدرجاته الأعلى، فيمكن أن يضاف ما جاء التأمين فيه إلى تلك الفسحة من التأمين، باعتبار أن للتأمين درجة واضحة وللتنجيز درجة واضحة، وهناك منطقة برزخية، هذه المنطقة البرزخية يمكن أن تضاف تارة إلى جهة التنجيز إذا لم يأتي ترخيص فيها، ويمكن أن تضاف إلى جهة التأمين إذا جاء ترخيص فيها، فهي إذن تبقى معلقة وتبقى متأرجحة بين الطرفين. فمسألة التنجيز والتعذير فيها جوانب ثابتة ولا تتحرك، وفيها جوانب بالنسبة للتنجيز، وفيها هنا أيضا فيها جانب ثابت لا يتحرك، ولكن هناك تحرك في منطقة البرزخ التي هي المنطقة الوسط التي يكون فيها الانكشاف، بناء على رأي المصنف انكشاف على نحو الظن أو الاحتمال. بعد ذلك أشرنا وأشار أيضا المصنف
أن البعض قد يقال أنه هذا الترخيص الذي أشير إليه في هذه القضية وهو الترخيص في مثل هذه الأمور، هل هو هذا الترخيص باعتباره أمرا ممكنا؟ فما هي حدوده؟ هل أن اللي له حدود خاصة أو أن هذه الحدود حدود واسعة بحيث يمكن لنا أن نتصور أن مسألة الترخيص كما تأتي في موارد التكليف التي يكون فيها الانكشاف على نحو الظن أو الاحتمال، كذلك يمكن لنا أن نقول بأنه يمكن ماذا؟ يمكن أن تأتي حتى في موارد القطع. هل هناك مشكلة في هذا المجال؟ قالوا بأنه بالنسبة إلى جانب الاحتمال الظني أو الاحتمال عفواً احتمال التكليف أو الظن بالتكليف، فالأمر ليس فيه بأس باعتبار أنه يجب أن يكون هناك، يعني يجوز أن يكون هناك ترخيص وليس هناك مشكلة. فيما لو فرضنا أن هناك ترخيصان، هذا طبعاً هذا الترخيص ترخيص ظاهري، هذا طبعاً لعله هذا مصادرة، يعني قد يقال أن هذا من المصادرات، أنه يجب أن لا يكون هذا الترخيص ترخيصاً واقعياً باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هناك تكليف، ويجب أن يكون الترخيص تركيز ترخيصاً يعني ظاهرياً، فإن هذا الظن بالاحتمال هو أحد موارد دخول هذه المحتملات والمظنونات ضمن عهدة ذمة هذا المكلف. فنحن لا يمكن لنا أن نقول بدخول هذه المظنونات في عهدة المكلف باعتبارها يعني أموراً يعني واقعية مطلوبة من قبل المولى، ثم نأتي بأن نقول أن المولى يرخص ترخيصا واقعيا أيضا في قبال ذلك يعني التكليف الواقعي. ومن هنا كان هذا الترخيص ترخيصا ظاهريا، فيكون أمره دائرا بين محذورين لعله. المحذور الأول هو أنه هل بالإمكان أن يكون هناك خطابان أحدهما يقول للإنسان أنت في عهدتك كذا، وخطاب آخر يقول ليس عليك كذا، يعني هذا اللي هو الكذا هو شيء واحد، هذا أمر. والمحذور الثاني، لو فرض أنه لو سلمنا هذا الأمر، هل هناك إمكانية للجمع بين الأمرين بعد أن نقول بأنه يعني هما موجودان، يعني فإذا هما إذن مجتمعان؟ يقول المصنف كما يقول غيرهم الذين يرون إمكان الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية، هذا الأمر ليس أمرا يعني مستحيلا، بل هو ماذا؟ بل هو أمر مقبول، بل هو صور باعتبار أن هناك خلافا كان بين الجمع بين الأحكام، وهذا من مفردات ذلك الجمع، هذا الأمر من مفردات ذلك الجمع. فكما أننا عندما أشرنا إلى وجود حالة إمكان للجمع بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية، كذلك هنا الأمر عندما نتحدث، فكأننا نتحدث عن أي شيء، كأننا نتحدث عن أحد مصادق هذا الجمع، ومصادق هذا الجمع كما أشرنا سابقا هي يعني أمر بحسب رأي المصنف هو ماذا؟ هو جمع باعتبار ما هو الأهم من الملاكات وبعض المباني الأخرى التي مثلا تؤيد هذه المسألة بطريقتها المختلفة بحسب المباني المختلفة. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني، لا نريد أن نكون عندما نقبل بإمكانية التأمين والترخيص أن نقول بأن هذا الأمر أمر هزلي، لا، نقول بأنه هو أمر جدي باعتبار ماذا؟ باعتبار أن مسألة الجدية والهزلية هذه تتحكم فيها درجة الانكشاف، لأنه ماذا؟ لأنه بالنسبة إلينا لو صور الأمر على أنه يمكن أن يجتمع الترخيص الظاهري مع الترخيص الظاهري مع مثلا التنجيز الواقعي او مع القطع او مع يعني الاحتمال الواقعي يعني للتكليف، فان هذه القضيه ممكنه من ناحيه الجديه باعتبار ان المكلف عندما ينظر الى هذا التكليف لا ينظر اليه على انه ثابت لا يتزحزح. فلو كانت القضيه كما سياتي، كما كانت القضيه التي يكلف بها الانسان ثابتة بنحو الانكشاف التام، فإن هذا الترخيص لن يكون ترخيصا جادا، بل سيكون ترخيصا ماذا؟ سيكون ترخيصا غير جاد، سيكون ترخيصا هزليا كما أشار إلى ذلك المصنف. لذلك عندما نرى كما يقول المصنف عندما نرى ترخيصا، فيجب أن يكون هذا الترخيص ترخيصا ماذا؟ ترخيصا جادا، والهدف من هذا الترخيص الجاد هو المحافظة
على الملاك الأهم أو الأهم من الأغراض كما أشار، والمبادئ الواقعية. أما التكليف الذي ينكشف بطريقة القاطع الانكشاف التام، فهذا الأمر لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يكون هناك مؤمن له، وذلك يعني وذلك لأن هذا الترخيص الذي يأتي لا يخلو أمره إما أن يكون واقعيا وإما أن يكون ظاهريا. أما كونه واقعيا فقد ثبت فيما تقدم أنه لا يمكن لنا أن نجمع بين حكمين واقعيين لأنهما متنافيين باعتبار ماذا؟ باعتبار مبادئهما. وقلنا بأن الأحكام الواقعية لها مبادئ، وهذه المبادئ هي سبب التنافي والتناقض بين بين الأحكام. فلو كان هناك احتمال، فلو كان هناك إمكان لورود التأمين، فإذا فرضنا أن هذا التأمين هو تأمين يعني أما هذا حكم واقعي يعني حقيقي، فهذا الأمر ماذا؟ يلزم منه اجتماع حكمين واقعيين يعني متنافيين. مع هذا باعتبار أن هناك قطع وهنا ماذا؟ وهنا يعني هنا قطع بالتكليف وهناك ترخيص يعني بهذا التكليف. ومن هنا يمكن لنا أن نقول أن هذا الأمر يتحكم في استحالته. ما هو؟ أن النظر الذي يحمله الإنسان المكلف عندما يقطع بتكليف ما ينظر إلى أن ما قطع به هو ماذا؟ هو أمر مطابق للواقع. فكيف يأتي من جهة أخرى يعني حكم واقعي آخر ليقول له أن ما قطعت به ليس ماذا؟ ليس أمرا مقطوعا، حتى من الناحية النفسية ليس أمرا ماذا؟ ليس أمرا ممكنا، باعتبار أن الإنسان إذا قطع بشيء بعد ذلك يأتي حكم واقعي آخر ليقول له ما قطعت به ليس يعني ليس أمرا يقينيا وهو ليس أمرا ملزما. هذا الأمر أساسا لا يقبل، فضلا عن أن يكون هناك ماذا؟ عن أن يكون هناك مبدأان كل منهما يجر إلى جهة محددة، هذا يجر إلى هنا وهذا يجر إلى هنا، وكلاهما يعني من سلح واحد من نوع واحد وهو الحكم الواقعي. وبذلك يكون ماذا؟ يكون تكون الاستحالة في مثل هذا الفرض استحالة ماذا؟ استحالة يعني واضحة ويعني ثابتة كما هو واضح. أما لو فرض أنه لا الأمر ليس دائرا بين الحكم الواقعي الثابت مثلا بالقطع وبين الحكم الظاهري، وقال المصنف بأنه إذا كان الأمر كذلك فإن هذا الحكم الظاهري أساسا هو ماذا؟ هو موضوعه ماذا؟ موضوعه الشك. ونحن نتحدث هنا عن ماذا؟ عن وجود قطع بالتكليف. فإذا كان الأمر كذلك فلا مجال لمثل هذا الأمر. لو كان هناك حالة شكين يمكن للإنسان أن يتصور أن يأتيه حكم ظاهري، ولكن لو كان الإنسان في حالة يقين هل يمكن لشخص أن يقول له جاءك حكم ظاهري أيها المتيقن؟ هذا متيقن. فإذا كان هناك يقين فكيف يمكن لنا أن نجعله يقبل بوجود حكم ظاهري، مع أننا قد أخذنا كما هو المصطلح المعروف بين الأصوليين قد أخذ في يعني في حقيقة وفي تعريف الحكم الظاهري أن موضوعه ماذا؟ الشك في الحكم الواقعي. والحال أن الشك واليقين في مكان واحد من جهة واحدة في مورد واحد لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يجتمعا. ولكن هنا كما قلنا في الدرس الماضي أن البعض قال لا كانت المسألة هكذا، فعندما ننظر إلى إشكالكم مع أما الحكم الواقعي الحقيقي فنحن نسلم بهذا الأمر لا نتحدث فيه، ولكن الحكم الواقعي مع الحكم الظاهري مسألته كأنها مسألة ماذا؟ مسألة كأنها تحكم في ردها وتحكم في استحالتها المصطلح، وهذا المصطلح إذا تم التنازل عنه فإن الأمر ماذا؟ فإن الأمر سيكون ماذا؟ سيكون هينا. فما بالكم إذا 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 لم يعني فما بالكم لا تنظرون إلى القضية وتجعلون فيها روح الحكم دون المصطلح، فتجعلون هناك مؤمن ومرخص ظاهري ولكنه يحمل روحية الحكم الظاهري ولكنه ولا يحمل هذا التحديد في المصطلح الذي يعد عقبة في قبول الترخيص الظاهري مع وجود ماذا؟ مع وجود الحكم الواقعي. فلذلك بعضهم قال هكذا وعبر عن ذلك المصنف بقوله وقد يناقش في هذه الاستحالة باعتبار مناقشة في المصطلح
باعتبار هذا المصطلح هو الذي يشكل عقبة في الأمر. فإذا كان المصطلح يشكل عقبة في الأمر فنحن لماذا لا نرجع إلى القضية من ناحية روح الحكم الظاهر، وهو الحكم الذي تكون يعني حقيقته أنه نوع من أنواع التخفيف عن المو عن المكلف، يعني درجته أقل، فيه فسحة يخرج الإنسان من حياته أو ما شابه ذلك، حتى لا تكون مثلا الشك مأخوذة وتكون عقبة في مثل هذا الأمر. فعند ذلك ماذا يقول المصنف؟ يقول المصنف بأن يعني بأنه يمكن للإنسان يمكن للإنسان أن يتصور مثل هذه القضية فيما لو حصلت مثل هذه الأشياء، وحصلت حالة القطع وحصلت حالة المخالفات في هذا القطع، وكان هناك حالة قطع، هذا الحالة القطع هذه المخالفة للواقع، بعد ذلك يمكن لنا أن نتصور أنه بعض هذه الملاكات التي بسبب القطع المخالف للواقع قد تضيع، فيأتي الترخيص ليبين ماذا؟ ليبين يعني ليبين ماذا؟ ما هو الأهم، باعتبار أنه يريد الحفاظ على تلك الملاكات. فبعض من هؤلاء الناس أو عدد من هؤلاء الناس الذين يقطعون عندما يقطعون بما يخالف الواقع، فكأنهم يضيعون على المولى يعني أغراضه الواقعية، أغراضه التي يريد الحفاظ عليها، فيأتي ليتدخل من سبب كثرة هؤلاء الذين يقطعون وتكون يعني قطوعهم مثلا يعني هذه الحالة القطع التي عندهم مخالفة للواقع، فيأتي لهم بحكم ظاهري ليحافظ على تلك الملاكات التي تضيعها هذه يعني هذه حالة القاطع عندما يقطع بأمر وهو مخالف للواقع، يقطع بأمر وهو مخالف، فيضيعون ماذا؟ تلك الملاكات وتلك المبادئ التي يريد الحفاظ عليها. فما هي المشكلة إذا كان يريد الحفاظ؟ هذا هو رأي المصنف، باعتبار أنه عندما يقول أن هناك حكم ظاهري، يقول الحكم الظاهري هو الحكم الذي يوافق يعني يحافظ فيه المولى على الأهم من الملاكات. فما هي المشكلة؟ أما مسألة المصطلح فهذه ماذا؟ لا تسموه حكما الحكم الظاهر، سموه مرخص، اتركوا عنكم العنوان، فأتوا بروحية الحكم الظاهري ولكنهم لا تأتون باسمه ولا بمصطلحه، هذا مؤمن، هذا مرخص وما شابه ذلك من الأمور. هنا المصنف ماذا قال؟ قال بأن الجواب عن ذلك أن هذا الترخيص لما كان من أجل رعاية الإباحة الواقعية في موارد خطأ هؤلاء القاطعين، فكل قاطع يعتبر نفسه في الحقيقة ليس مقصودا بهذا الكلام، باعتبار أن هذا لا يمكن تصوير كونه ماذا؟ لا يمكن تصوير كونه مثلا أمرا جديا، لأنه روحية الإنسان القاطع مع قطعه هي روحية ماذا؟ روحية تمثيل للواقع. فإذا جئنا له بحكم، هذا الحكم حكم ظاهري، لنقول له أن هذا الذي قطعت به ليس هو الواقع، هذا كأنه شخص يريد أن يعني أن يأتي بكلام هزلي ليتحدث مع شخص في حالة جد وفي حالة يعني يقين بما يعني بما عنده من أمر، فيأتي له بأمر يعني هزلي ليحدثه ليزيل من نفسه ذلك الأمر الجدي الذي حصل بأعلى درجات الانكشاف، ليقول أهو أبدله بهذا الأمر الذي هو بحسب الظاهر يخالف تلك الحالة التي هو عليها. وهذه الحالة النفسية التي تكون عند الإنسان حالة من الصعب التنازل عنها، باعتبار أن الإنسان عندما يصل إلى مسألة القطع فكأنه ماذا؟ فكأنه يقول كل ما هو في ذهني هو ماذا؟ هو ممثل لهذا الواقع الخارجي الذي هو يعني ذلك التكليف الذي يريده المولى. ولذلك قال المصنف ماذا قال؟ قال المصنف إن كل واحد من هؤلاء القاطعين حتى الذين يقطعون، لأننا نتحدث عن القطع، هناك من هؤلاء القاطعين من يرى أن هناك من هؤلاء القاطعين من يكون قطعه مخالفا للواقع، وهناك من هؤلاء القاطعين من يكون قطعه موافقا للواقع مطابقا له. لا فرق في ذلك، روحية الإنسان القاطع سواء كان قطعه موافقا للواقع أو كان مخالفا للواقع، هذا لا يتحكم فيه مسألة المطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع. فإن كل إنسان قاطع يرى أن ما قطع به هو أمر مطابق للواقع،
فلو جاءه مؤمنون أو جاءه مرخصون بدون أن نسمى يعني دون أن يسمى بالحكم الظاهري بحسب المصطلح، فإنه سيعتقد أن هذا الكلام ليس كأنه كلام ماذا؟ كلام ليس موجها إليه. لماذا؟ لأن ما حصل عليه من 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 علم أعلى درجات العلم، ما قيمة هذا الكلام، ما قيمة هذا الكلام باعتبار أن الإنسان يرى ماذا؟ يرى أن يعني أن ما وصل إليه هو أعلى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان، فبالتالي سيكون ماذا؟ سيكون هؤلاء ينظرون إلى هذا المرخص على أنه ماذا؟ على أنه أمر ليس موجها إليهم، فيكون عند ذلك ماذا؟ سيكون هذا المرخص ليس مرخصا ماذا؟ ليس مرخصا جادا. ونحن قلنا سابقا بأنه عندما يقال بأنه يوجد مرخص في حالة القاطع أو يوجد مرخص في حالة الظن الاحتمال، يجب أن يكون هذا المرخص ماذا؟ يجب أن يكون هذا المرخص مرخصا جادا، لا أن يكون ماذا؟ مرخصا هزليا كما قال المصنف. فلذلك قال فهو بالنسبة إليه ترخيص غير جاد. وقد قلنا فيما سبق أن حق الطاعة والتنجيز متوقف على عدم الترخيص الجاد في المخالفة، هذا متوقف، أن حق الطاعة والتنجيز متوقف على عدم الترخيص الجاد في المخالف، هذا الحق على عدم الترخيص الجاد، هو متوقف على عدم الترخيص الجاد في المخالفة. أما أنه لو كان هناك ترخيص فيجب أن يكون ترخيصا جادا، وإلا هذا ما يكون حق الطاعة، لأنه نحن نفترض أن حق الطاعة درجات مختلفة، وحديثنا الآن ميل أين؟ ليس حديثنا الآن في درجات الظن ولا في درجات الاحتمال، حتى يقال ماذا؟ حتى يقال أنه في درجات الظن والاحتمال يمكن ماذا؟ يمكن القبول باعتبار أن روحية الإنسان ليست روحية يعني جازمة، لأن الإنسان عندما يجزم تكون نفسه متوجهة توجها خاصا. أما إذا كان درجة الاعتقاد عنده درجة احتمالية أو ظنية، فهذه فروحيته روحية ماذا؟ قابلة للمفاوضة وللأخذ والرد. فالإنسان في درجات الاحتمال والظن يمكن أن يتوقع أن يكون أن يأتيه مؤمن، وأما في مسألة اليقين والقطع فالقضية مختلفة. ولذلك قال بأنه الجواب عن ذلك أن مثل هذا الأمر لن يكون في نظر هؤلاء يعنيهم في شيء بذلك، لأنهم وصلوا إلى درجة، هذه الدرجة هي درجة اليقين، وفي حالة وصوله إلى الإنسان إلى اليقين فإنه لا يهمه ما يقوله الآخرون باعتبار أنه يرى أن ما وصل إليه وبهذه الدرجة هو ممثل للواقع. بعد ذلك المصنف وصل إلى خلاصة، هذه الخلاصة أراد يبين فيها يعني ما يمكن قوله في هذه القضية، حتى يدخل في مناقشة ما أشار إليه المشهور من رأي في مسألة التنجيز والتعبير، باعتبار أن التنجيز والتعبير في مسألة القاطع هي حالة مشتركة بين الطرفين، يعني بين القطع بين رأي المشهور ورأي المصنف، ولكن للمصنف رأي في قضية ماذا؟ في قضية الظن والاحتمال، فأراد أن يبين القضية ثم بعد ذلك يبين من خلال هذا الرأي كيف يمكن أن يدخل إلى مناقشة ما ذكره المشهور في هذه القضية. يقول ويتلخص من ذلك يعني من هذا الكلام أولا أن كل انكشاف في التكليف منجز، ولا تختص المنجزية بالقاطع لسعة دائرة حق الطاعة. هذه إشارة لأي شيء؟ هذه إشارة إلى المنجزية. المنجزية كما أشرنا هي ماذا؟ هي الحالة التي يكون فيها المكلف مسؤولا أمام المولى. هذه المسؤولية بحسب رأي المشهور لا تخص جميع درجات الانكشاف، أما بحسب رأي المصنف لا، فهي تتعدى درجة القاطع إلى درجة الاحتمال والظن. في هذا الأمر الأول يريد أن يقول لنا بأن المنجزية بحسب المباني التي ذكرناها، وهي مباني المبنى المشهور مبنى المصنف، فيرى المصنف أن المنجزية بحسب المبنى الذي يراه ليست دائرة هذه المنجزية مطابقة لدائرة منجزية الرأي المشهور، بل هذه المنجزية تشمل كل انكشاف للتكليف. حتى هذه كل انكشاف للتكليف تفسر بأي شيء، تفسر بالقطع وتفسر بالظن وتفسر بالاحتمال.
لأن كل هذه درجات من يعني هذه كلها درجات للانكشاف. أما القاط فهو حالة يعني كما يقال متفق عليها بين الأطراف جميعا. وأما الظن والاحتمال فهذا هو الذي يرى المصنف أنه داخل في الوقت الذي يراه الجمهور، ليس مثلا ليس داخلا. هذا واحد. الأمر الثاني أن هذه المنجزية مشروطة بعدم صدور ترخيص جاد من قبل المولى في المخالفة. هذه المنجزية مشروطة بعدم صدور ترخيص جاد من قبل المولى في المخالفة. هنا هل عدم صدور ترخيص جاد في يعني في يعني جاد من قبل المولى في المخالفة، هذا بما أنه ماذا؟ بما أنه انكشاف. يعني نتحدث تارة عن يعني المنجزية باعتباره يعني باعتبار ماذا؟ تارة نتحدث عن المنجزية باعتبارها أمرا ثابتا من المولى. هذا واضح أنه لا يمكن لنا أن نتصور أن يأتي مثلا ترخيص مثلا بالمخالفة، لا يمكن لنا ذلك. ولكن عندنا عندما نتحدث عن هذه المنجزية يعني حجية هذه المنجزية، حجية هذا الانكشاف بالنسبة إلينا مشروطة بعدم صدور ترخيص جاد من قبل المولى في المخالفة. لماذا تكون هكذا؟ يعني نحن عندما نتحدث هذه المنجزية عندنا نشترط هذه المنجزية بعدم صدور الترخيص، ماذا نريد؟ يقول المصنف نحن عندما ننظر إلى دائرة التنجيز بالنسبة إلينا سنجد أن دائرة التنجيز دائرة واسعة. هذا الوسع في الترخيص، هذا الوسع في التنجيز، هذا الوسع في التنجيز الذي يعني الذي يعني أفراده اليقين والظن والاحتمال، هذا كونه منجز وحجة علينا ومدخل للتكاليف في ذمتنا باعتبارنا مكلفين بهذه التكاليف، هذا مشروط بعدم ماذا؟ بعدم ورود ترخيص جاد من قبل المولى في المخالفة. لماذا هو مشروط بذلك؟ قال لأنه نحن عندما نتحدث عن التنجيز لا نقول بأن التنجيز نهاية المقام، نهاية الدنيا، لا، لأننا عندما نقول بأن هناك تنجيز في حقنا ليس معنى ذلك أن التنجيز ليس بالإمكان أن يأتي فيه ترخيص، وهذا كاشف بطريق الإن عن أنه ماذا؟ عن أن التنجيز والترخيص يمكن ماذا؟ يمكن اجتماعهما. ولكن عندما يأتي الترخيص هل يبقى للتنجيز أثر بالنسبة إلى المكلف؟ يقول لا، ليس. فلذلك يقول ماذا؟ يقول هذه المنجزية مشروطة، يعني حتى يبقى الأمر المنجز حجة علي يوم القيامة يجب أن لا يأتي هناك ما ترخيص جاد من المولى. فإذا جاء ترخيص خلاص انتهت هذه، فكأنه هذه المنجزية كالدواء الذي له ماذا؟ تأثير، ما لم تنتهي صلاحيته بورود ماذا؟ فساد، أو بورود انتهاء صلاحية هذا الدواء، يبقى ماذا؟ يبقى فاعلا مؤثرا. فإذا جاءت هذه المداخل، فساده مثلا، خزنه في مكان مثلا أفسده، انتهت صلاحيته التي وضعت له، عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يكون هذا منجز صورة، كان منجزا، الآن جاء ترخيص ماذا؟ فلذلك قال أنه هذه المنجز، يعني هنا يتحدث حجية التنجيز مشروطة بعدم الترخيص، بعدم الترخيص الجاد من المولى، لأن المولى هذا أولا كاشف عن إمكان الجمع بين الأمرين، يعني باعتبار أن التنجيز من جهة يجتمع مع الترخيص من جهة أخرى، وكاشف أيضا أنه مسألة التنجيز والترخيص هذان عنوانان يتحدث عنهما باعتبار ما سيكون وباعتبار ما كان. لأنه عندما نقول أنه المنجزية مشروطة بعدم ورود الترخيص باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه في حالة ورود الترخيص ماذا ستحصل؟
صورة تنجيزه، لن تكون هنا، لن يكون هناك تنجيز، بل يكون هذا ماذا؟ بل يكون هذا الترخيص الجاد مؤمن. فالتأمين والتنجيز أمران يمكن اجتماع، يعني يمكن فرض اجتماعهما في مورد واحد، ولكن ليس اجتماعهما بمعنى حصولهما معا بالنسبة إلى عهدة ذمة شخص واحد، بل المقصود منهما أنه يمكن افتراضهما فيكون أحدهما بدلا ماذا؟ بدلا للآخر. يعني بعبارة أخرى، العلاقة بين التنجيز والتأمين ليس فيها استحالة، هذه عبارة واضحة، ليس فيها استحالة، فيمكن أن يفرض في شيء واحد يحصل التنجيز ويحصل الترخيص من المولى، ويكون ترخيصا جادا في المخالفة، ويكون هذا الترخيص معذر ومؤمن، ولا يكون الإنسان مسؤولا بعد وروده ماذا؟ من قبل المولى. هذا واحد. هذا الثالث، أن صدور مثل هذا الترخيص، طبعا في الحقيقة لما ذكر العبارة السابقة كأن العبارة السابقة عامة شاملة، لا هو يريد، لا يريد أن يقول عامة شاملة، وإنما يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول أنه في الجملة يمكن الاجتماع، لا يريد أن يقول أنه كل ما يكون منجزا يكون ماذا؟ يكون الترخيص ممكنا، لا، عموما إذا كان هناك مجال للتأمين فالمجال موجود مع التنجيز، ولكن ليس التنجيز ماذا؟ بكله، ولكنه في حالة الاحتمال وفي حالة ماذا؟ في حالة الظن. فعندما شعر بأن هذه المسألة تحتاج إلى بيان ذكر النقطة الثالثة لتبين ذلك، قال إن صدور مثل هذا الترخيص معقول في موارد الانكشاف غير القطعي، اللي هو الظن والاحتمال، الانكشاف غير القطعي، ومستحيل في موارد الانكشاف القطعي، لأنه قلنا أنه لو قيل بأن هناك تنجيز بنحو الظن أو الاحتمال، هل يمكن أن يأتي ترخيص جاد من قبل المولى؟ نقول لا مشكلة في ذلك، لأنه هذا لن يكون إلا من قبيل ماذا؟ من قبيل اجتماع الأحكام الواقعية والظاهرية. والحال أن رأي المصنف ورأي الأصوليين في هذه القضية أنها ممكنة أو لا، ممكنة بضرس قاطع كما يقولون بحسب المباني المختلفة، وما دامت ممكنة فليس هناك ماذا؟ فليس هناك مشكلة في مثل هذه الدرجة من الانكشاف. نعم، في درجة الانكشاف القطعي اليقيني الجازم في حالة الجزم بالتكليف، هنا ماذا؟ نقول بأن القضية ليست ماذا؟ ليست ممكنة، ولذلك قال ومستحيل في موارد الانكشاف القطعي. لماذا هو مستحيل؟ لأنه أساسا هذا الترخيص تارة يكون يعني حكما واقعيا حقيقيا، وأخرى يكون حكما ظاهريا، يعني حكما ظاهريا، فإذا كان حكما واقعي فهذا اجتماع لحكمين واقعيين، وهذا التنافي فيه ثابت، لا يمكن قبوله إطلاقا، التنافي بين الأحكام، لأنها تمثل ماذا؟ تمثل مبادئ وملاكات، وهذه متنافية، يعني بلا مجال للشك في ذلك. وأما إذا كان حكما ظاهريا، فالحكم الظاهري مأخوذ في حقيقته حالة الشك، ولا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يجتمع مع القطع، لأنه ماذا؟ لأن القطع والشك لا يجتمعان في، يعني كما هو معلوم في، يعني في المصطلح المنطقي. ومن هنا يقال إن القطع لا يعقل سلب المنجزية عنه بخلاف غيره من المنجزات. لماذا لا يعقل؟ بسبب هذه الاستحالة، بسبب هذه الاستحالة التي أشار إليها، وهو أنه لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يكون هذا الأمر المنكشف بنحو القاطع يمكن ماذا؟ أن ينسلب عنه ماذا؟ أن ينسلب عنه كونه منجزاً، خصوصا وأنه نحن عندما نرى بأن الإنسان القاطع يرى بأن قطعه مطابق واضح وممثل للواقع بتمام المطابقة، لا يمكن أن يقبل بأن ما وقع في ذهنه من القطع ليس ماذا؟ ليس أمرا مقبولا. نعم، في بقية المنجزات اللي هي بحسب رأي المصنف هناك منجزات غير القاطع، لأن المشهور يرى غير القطعي، لا يرى غير القطعي منجزا، المصنف يرى أن غير القطعي يمكن أن يكون ماذا؟ يمكن أن يكون منجزا، فلذلك يقول بخلاف غيره من المنجزات. فإذا كان المنجز ظن
فإذا كان المنجز ظنان أو كان المنجز احتمالان فإنه ماذا؟ فإنه هل يمكن سلب المنجزية عنه أو لا؟ يقول المصنف لا مانع. لماذا؟ لأنه ليس إلا من قبيل اجتماع الحكم الظاهري والواقعي، وقد صورنا اجتماعهما على جميع المباني التي أشير إليها. ناقشنا في تلك المباني أو لم نناقش، على كل حال سواء كان مبنى السيد الخوي أو المحقق النائي أو غيره، فعلى كل حال الاجتماع بين الأمرين ماذا؟ ممكنون. قال هذا هو التصور الصحيح لحجية القطع ومنجزيته ولعدم إمكان سلب هذه المنجزية عنه، غير أن المشهور لهم تصور مختلف. هنا جاء ليبين هذا كان ماذا؟ كان مدخلا تمهيدا ليقول ما هي حدود رأي المصنف في حق الطاعة وبالنسبة إلى المولى، بعد ذلك ليرى أن المشهور كيف اختلف معه، هل اختلف معه في دائرة التنجيز، وكيف رأى التنجيز بالنسبة إلى القطع. هو يرى التنجيز بالنسبة إلى القطع مثلا من جهة وهم يرونه من جهة أخرى، أو لا، رؤيتهم لمسألة القطع رؤية واحدة، ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك هو يرى التنجيز وغير التنجيز يعني منجزا، يعني أعطنا اليقين وغير اليقين منجزا، وهم يرون اليقين وحده هو المنجز. كيف وقع هذا الاختلاف؟ هذا إن شاء الله ما سنتعرض له في الحلقة القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.